فعلا. اه طبعا. زي ايه يا دكتور هاني؟ هنزعل الناس كده. البيض البيض لا ده اللي عنده حساسيه بس موسميه. البيض بقى ملون غير ملون. السمك الشوكولاته الموز الفراوله المانجا الحوادق المخللات الطرش الفسيخ السردين الرنجه كل الحاجات دي بتزود الحساسيه من دول. نخلي بالنا الناس مستعده باطنان من الفسيخ بكره. حاجه تزعل. اكله غير صحيه. عمري ما اكلتها الحقيقه ما اقدرش. اكله غير صحيه تماما يعني. والاسعار ايه؟ مش عايز اقول لحضرتك يعني. يعني انا اول مره اشوف حد يدفع فلوس عشان خاطر يتاذي. ده انا قريت حاجه غريبه جدا النهارده لوزاره الصحه وحضرتك تصحح لنا، انه الامبول الواحد لعلاج حاله التسمم 30,000 جنيه يعني. الجرعه 3 امبولات ووزاره الصحه كلها فيها 130 امبول يعني موفرينهم في المستشفى موجودين. لا قدر الله لو يعني لو طبعا يعني دي كارثه. طبعا تسمم حاله تسمم. انت حضرتك مش بتقرا كل سنه حصل حالات تسمم وناس توفت لا قدر الله بسبب اكل الفسيخ. لان انت ما تعرفش ده جاي منين ولا ايه. امبارح وزاره الصحه ما في مسكوا مش عارف كام طن باين حاجات فاسده. فيعني احنا شغلتنا ايه حضرتك؟ بنرن جرس بنخبط على الباب وبنقول اللهم اني بلغت لهم فشل. ملوش علاقه انه ده معمول تحت بير السلم وان ده معمول في محل كبير وطبقا للاشتراطات الصحيه دكتور هاني بيه يعني. تصدق الكلام ده؟ اكله غير صحيه. والله العظيم اكله غير صحيه.